بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي موضوع درس البلوكات والبلوك دايناميك بلوكس والبلوك سبتربيوتس. تعالى اول حاجه نفهم ايه هو البلوكات وليه احنا بنستخدم البلوكات. دلوقتي احنا بنعمل البلوكات ليه اصلا؟ عشان اللي ما يعرفش الموضوع دوت، احنا بنعمل البلوكات عشان افرض انا دلوقتي مثلا انا برسم في كل، مثلا لو انا معماري برسم في كل مشروع باب وشباك وترابيزه وسرير و الى اخره، وعربيه لو انا برسم جراج والى اخره. هل معقوله كل مشروع اقعد ارسم نفس الرسمه 100 مره؟ هل ده من المعقول؟ طبعا ما ينفعش. فانا دلوقتي بخزن الرسومات ديت عشان بعد كده لما اعوزها ابتدي استحضرها واحطها في رسمتي على طول، لان انا بنزلها بنفس الشكل بنفس الابعاد بنفس كل حاجه. تمام. فاحنا عندنا اول حاجه دلوقتي هنبتدي نعرفها هو ازاي ان احنا نعمل البلوكات. نحن هنفترض دلوقتي ان انا عندي مثلا دايرتين في بعض اهم، الدايرتين في بعض دلوقتي عايز احولهم بلوك، فاما قايل درو بلوكس ميك بلوك، يا اما من الرمز دوت يا اما من الرمز دوت يا اما من بي انتر. فهبتدي اقول مثلا ديت سيركل واقول سيلكت اوبجكتس، تمام، واقول له البيك بوينت. بيك بوينت دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا لو عايز اعرف دلوقتي ازاي هبتدي امس لما اجي اعمل عمليه ادراج للبلوك، لما اجي اعمل عمليه ادراج للبلوك همسك البلوك منين؟ فلازم يبقى الماوس ماسك البلوك من حته معينه. طيب لو انا مثلا بعمل ادراج للبلوك من للباب، هل هحط نقطه الادراج على القوس مثلا بتاع الباب ولا فين؟ اكيد طبعا على ركنيه الباب، عشان لما اجي مثلا احب احط الباب على حيطه او جنب عمود او الى اخره. فانت بتنقي البيز بوينت بتاعتك او نقطه الادراج بتاعتك حسب الموقف اللي انت فيه. فانا مثلا هنا هختاره في نص الدايره. طيب هنا بيقول لك عايز الاصل، عايز البلوك الاصل دوت، عايز ريتين يبقى زي ما هو ما تحولش لبلوك، ولا عايزه هو كمان يتحول لبلوك، ولا يمسح الاصل؟ ده حاجه ترجع لك. طيب فاحنا طبعا احسن اختيار اللي هو كونفرت بلوك. طب بيقول لك البلوك يونت، عايز اليونت بتاعه البلوك ايه؟ احنا طبعا عارفين ان البرنامج نوت بيزد على السيستم، اليونت بتاعه مش السيستم بتاعه مش بيزد على اليونتس، هو يونتلس البرنامج يونتلس. لكن في نفس الوقت احنا بنستخدم اليونتس في حاجتين، هي بتخش معانا في حاجتين، في الطباعة وفي البلوكات. فانت دلوقتي بتفترض ان البلوكس ديت معمولة في معمولة بالمليمتر، ده افتراض، وهنعرف هتفرق في ايه. طيب بيقول لك دلوقتي السكيل يونيفورملي، لو انت علمت عليها صح معناها ان انت هتجبر اللي ينزل البلوك، لو انت علمت على سكيل يونيفورملي ديت صح يبقى انت هتجبره ان هو لما يجي ينزل البلوك لازم يبقى ينزل بابعاده زي ما هو. يعني لو ابعاده مثلا البلوك 10 في 10 لازم ينزل 10 في 10 او مضاعفات ال 10 في 10 حسب السكيل اللي هيحطه في الاكس، ده هنشوفه في عملية الادراج. طيب دلوقتي عندنا allow exploding، لو انت علمت عليها صح يبقى تسمح ان انت وانت بتعمل عملية ادراج للبلوك ان هو ينفع يعمل له explode، دي هنشوفها برضو واحنا بنعمل ايه عملية الانسرت. طيب في الديسكريبشن ده مثلا تقول انا جايب البلوك ده مش عارف من كذا، والبلوك ده خاص مش عارف بكذا. لو انت مثلا بتاع كهرباء تقدر تقول مثلا ده بلوك الصاعد، ده بلوك الفيشه، ده مش عارف كذا، لو هتعمل له ديسكريبشن يعني وصف، هتسيبها فاضيه ما تفرقش. هايبر لينك دي حاجه طبعا معروفه ان انت لو عايز تربط اي جسم عندك بموقع، مثلا احنا عندنا الدايره دي انا ممكن اقول ان انا والله جايب الموقع دوت مثلا من جوجل دوت كوم، مثلا من جوجل دوت كوم، تمام، وتقول له اوكي، يبقى انت كده عملت اتاش للبلوك دوت للموقع ده جوجل دوت كوم. ودلوقتي في حاجه ممكن تقول له اوبن ان بلوك اديتور، ده لو انت عايز تفتح الشكل ده في البلوك اديتور وتقعد تعدل فيه، لكن احنا طبعا هنشوف كمان شويه الكلام دوت في الدايناميك بلوك. هنقول له اوكي. بص اول ما حاجه ان انت اول ما قربت منه، بص يقول لك لو دوست كنترول زائد كليك يفتح لك السايت بتاع جوجل دوت كوم اللي انت جايب منه الايه، مثلا هنفترض ان انت جايب منه البلوك. طيب دلوقتي انا عملت البلوك، اعمل له عمليه ادراج منين؟ اقوم قايل اي انتر دوت انسرت، تمام، يا اما اقول له انسرت بلوك يا اما من العلامه ديت هي انسرت بلوك، فاقول اي انتر مثلا. ودلوقتي ابتدي اشوف ايه البلوكات اللي انا عاملها، انا ما عملتش غير سيركل بس، فهي مش هلاقي غير سيركل. طيب دلوقتي بيقول لك الانسرشن بوينت، نقطه الادراج، عايز نقطه الادراج تبقى فين؟ يعني انت نقطة الادراج عايز انت تحددها ب x y z absolute، طبعا دي هتبقى شبه مستحيلة ان احنا مشتغلش absolute، ولا specify on screen يعني انت هتحدد بالماوس، طبعا specify on screen. طيب بيقول لك السكيل، خد بالك طالما انت قلت له مش قلت له scale uniformly يبقى انت هنا ليك حرية ان انت تحط علامة الصح دي او ما تحطهاش.
طب لو حطيتها هنا، لو كتبت 2 هتلاقي بقت ال y وال z بقت 2، لو هنا كتبت 5 بقت ال y وال z 5، هي كتبت 1 بقت دي 1، لكن لو قلت شلت من على دي صح، يبقى هنا تقدر تخلي ال y غير ال x يطلع شكل البلوك، يعني ايه الضد، لو مثلا هو مستطيل يطلع طول 1 وال y يزيد ضعفه 3 مرات. تمام، طبعا احنا بنسيبها ايه سكرين يونيفورم واحد ينزل زي ما هو. طيب يقول لك الروتيشن، عايز سبيسيفاي سكرين انت تحدد الروتيشن بالماوس ولا ينزل على زاويه صفر؟ طبعا قول له لا ينزل على زاويه صفر. وهنا بيقول لك ان البلوك يونت هو المليمتر، والفاكتور ان هو مضروب في واحد، وهنا بيقول لك عايز تنزله اكسبلودد ولا مش عايز تنزله اكسبلودد. اما بتقول اوكي، بص انت بقيت ماسك الماوس منين، من البيك بوينت اللي انت اخترتها اللي هي الانسرشن بوينت، وتقدر تحط البلوك. طيب السؤال المهم دلوقتي، البلوك ده اتخزن فين؟ انا لما اجي اقول سيف مثلا، فور اكزامبل يعني على الديسكتوب، اقول سيف، يبقى انا خزنت البلوكات ده، البلوكات ديت في الملف ده، انا خزنتها في الملف اللي هو بتاع drawing one. طيب لو انا قفلت البرنامج، قفلت الفايل دوت وفتحت فايل جديد، وجيت عملت عملية ادراج، قلت له insert block، دلوقتي انا هلاقي حاجة؟ طبعا مش هلاقي حاجة. طيب فلو عايز اجيب بلوك، في طريقتين، في طريقه ان انا ممكن اقول براوس يقوم فاتح لي واقول له دروينج 1، بس هتبقى فيها مشكله. ايه هي؟ ان هو هينزل لك كل البلوكات او كل الرسومات كبلوكس، يعني كقطعه واحده، فدي مشكله. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نخش على الديزاين سنتر من كنترول 2، او من العلامه ديت، او من تولز باليتس كود ديزاين سنتر. تمام، ايه الديزاين سنتر ده؟ الديزاين سنتر ده الحل بتاع حاجات كتير جدا، هو حاجه جميله جدا في الاوتوكاد، هنشوفها مع بعض دلوقتي. لكن تعال نكمل بس بقيه قصه البلوك دلوقتي. عيب ان انا عملت، لما جيت عملت انسيرت دلوقتي، بص بقى بينزل لك drawing one كله على بعضه كبلوك، والبلوكات اللي جواه، والبلوكات اللي جواه. طيب يبقى اذا خلصنا الى نتيجه ايه هي؟ خلصنا الى النتيجة ايه هي؟ ان البلوكات بتتخزن في الفايلز اللي احنا بنعملها. طيب لو انا حبيت اجيب البلوك على حدة، اجيبه ازاي؟ زي ما احنا قلنا بالديزاين سنتر. اول حاجة تعالى نتعرف على بيئة الديزاين سنتر. بيئة الديزاين سنتر هي كالاتي، انت مثلا اهو عندك دي الليبل بتاعتها، فبتقوم قايل له هوم، هوم دي يرميك على الفولدر بتاع اللي جاي بيلت ان مع ديزاين، اللي جاي بيلت ان ومتسطب مع البرنامج فيه شويه ملفات. اجي افتح الملفات دي، ملفات دي دبليو جي عاديه جدا، اجي افتح اي ملف، اي ملف منهم يقول لك الحاجات اللي جوه الملف. مثلا عندي البلوكات، طب انا عجبني البلوك ده وتعمل ايه، اقوم واخده سحبه كده وشده، يقوم نازل على الرسمه عادي جدا اهو. طيب انا عجبني شكل تاني، هنتاخر الشاشه بس شويه اهو، اقوم واخده سحبه ومنزله عادي جدا. طب انا عجبني مثلا الشكل دوت، اقوم واخده برضه سحبه ومنزله جدا عادي جدا. طيب خد بالك من حاجه، يبقى انت كده ايه تقدر تتعامل مع البلوكات كليك اند دراج عادي جدا بالماوس، وتقوم شددها ومنزلها. طيب دلوقتي لو انا حابب بقى اجيب البلوك اللي انا عملتها في الملف بتاع درونج واحد، اقوم رايح فين؟ رايح بقى على الديسكتوب اهو، افتح drawing one وادور على البلوكس، واقوم شدد السيركل بتاعتي تقوم تنزل عادي جدا. يبقى دي اظرف من ان انا اخش على insert block واعمل براوس وانزل الملف كله ككتلة واحدة، ينزل بلوك ككتلة واحدة، فان الحل من الديزاين سنتر هيكون اظرف. طيب تعالى نتكلم في نقطة مهمة جدا، ايه هي؟ دلوقتي لو انا جيت قلت ال enter point 9 مثلا، على اساس ان دوت مثلا هيكون باب، نفترض يعني ان ده باب يعني، خلاص. دلوقتي لو انا جيت عملت insert، اسف، لو انا دخلت على الديزاين سنتر، رحت قايل له هوم يخش على الفولدر بتاع الديزاين سنتر، ورحت مثلا داخل على هوم سبيسنج، ورحت قايل بلوكس، انا بس نزل الباب، ادي الباب اهو، ورحت شادد مثلا عجبني الكرسي ده، رحت منزله. بص الباب هينزل حجمه قد ايه، قصدي الكرسي هينزل حجمه قد ايه، لدرجة ان الباب مش باين اساسا. بص الباب نقطة. المشكلة دي جت منين؟ حد يعرف المشكلة دي جت منين؟ المشكلة جت منين؟ لأن ديت مرسومة بالمتر، ودي مرسومة بالمليمتر. اليونت بتاعة الفايل كانت هنا بالمليمتر، اليونت بتاع دوت كانت مرسومة بالمتر. طب أنا دلوقتي هعمل إيه؟ بدل ما أعمل لها كليك أند دراج، لأ أخش عليها دبل كليك
واخش في السكيل واقول له 0.001 واقول له اوكي، ينزل حجم البلوك طبيعي جدا جدا جدا. يبقى تاني دبل كليك على اي بلوك واقول 0.001 اوكي، ينزل البلوك بالحجم الطبيعي بتاعه. ويا لما باجي اعمل دبل كليك بيفتح لي لوحة الانسيرت زي ما احنا قلنا قبل كده، تمام. ونفس القصة لو قلت له اكسبلودد يبقى البلوك هينزل اكسبلودد، تمام. طيب ايه بقى الديزاين سنتر؟ تعالى نتكلم عن الديزاين سنتر يعني نخلص منه ومن الموضوع بتاعه. هو موضوع جميل على فكرة قوي وهتحبوه كلكم. يعني دلوقتي انت تقدر تعمل كليك يمين، اول حاجه ممكن تقول له اوتو هايد. اوتو هايد دي فايدتها ايه؟ لما تيجي تعمل كليك كده يلم نفسه، طيب ترجع عليه كده يفتح نفسه تاني، تخش كده تلاقيه يلم نفسه كده يرجع تاني. طيب كليك يمين تاني الاو دوكينج. يعني ايه الاو دوكينج؟ معناه ان هو ينفع يتلم كده ايه على الجنب. طبعا احنا ما بنحبش الحركه دي فبنقول له لا، ما تسمحش بعمليه الدوكينج ان هو يخش في جناب الاوتوكاد ويبقى عامل زي البار السبت. طبعا موف او سايز او كلوز ده تقفله، تغير حجمه، موف تحرك مكانه وهكذا. طيب تعال نشوف ايه الزراير اللي فوق ديت. دي تخفي لك التري او تزرع لك الفولدر تري، تمام. دي تخفي لك التكبير بتاع البلوك، ودي تظهر لك الديسكريبشن او ما تظهروش. وده عرض الايقونات، عايزها ليست ولا سمول ولا لارج ايكون. وهنا طبعا فيفوريت، لو عايز تعمل فيفوريت ليك، عايز تعمل سيرش على الانترنت، عايز تعمل اب طبعا تطلع مستوى اب زي كانك بالظبط تعمل براوز. وادي دي باك، وادي دي فورورد، وده اوبن لو انت عايز تفتح ملف عن طريق البراوز لو انت خافي مثلا التري، تمام. طيب الاوبن دروينجز اللي هي الملفات اللي احنا بنرسم فيها اللي هي المفتوحه، احنا عندنا دروينج 2. الهيستوري دي الملفات اللي احنا قمنا فتحها وسحبنا منها بلوكات. الدي سي اون لاين دي بقى دي تقدر تدخلك على اللايبرري بتاعت النت، اللايبرري بتاعت النت لموقع اوتوديسك نفسه، تمام. دي بقى فيها عدد ما لا نهايه من البلوكات. انا بس اقفل داونلود عشان يسرع شويه. هتلاقيه دخلك على السايت بتاع اوتوديسك على قسم البلوكات، هتلاقي بقى فيه بلوكات رهيبة جدا، عدد من البلوكات رهيب جدا. يعني ده مثلا شكل الالارمز مثلا، وادي البيل الجرس مش عارف ايه بتاع، عجبني الشكل دوت قوم ايه منزله اهو. عايز احفظ الشكل دوت اقول له سيف السيمبل از، ده انا كده بجيبه من على النت يا شباب. طيب سيف، اقول له مثلا اوكي سيف كده، وعمل له داونلود وسيف الملف. عايز افتح انزل بقى البلوك دوت، اقوم عامل له انسيرت بلوك، اقوم عامل له براوز ده فاينلي بلوك، اقول له فانس اوكي ينزل البلوك زي ما احنا عايزين، تمام. ده كده البلوك اهو، ده بتاع الالارم، تمام كده. طيب ايه الحاجات اللي انا كنت بدوس لها انتر؟ دي الحاجه اسمها البلوك اتربيوتس، ودي هنتعرض لها كمان شويه، تمام. طيب يبقى اذا عرفنا دلوقتي الديزاين سنتر ان انا اقدر انزل بلوكات من على النت. ده الهيستوري، دي الملفات اللي انا فتحتها. دي الاوبن دروينجز، الملفات اللي انا فاتحها وبرسم فيها دلوقتي. الفولدر دي الفولدر تري اللي انا بقدر اشيل منها البلوكات. طب انا بقدر استفيد بالديزاين سنتر بايه؟ بص انا هعلمكم حركه جميله جدا جدا جدا، وارجو ان الناس كلها تطبقها في شغلها، وحركه لذيذه وظريفه. اول حاجه انا هعمل نيو فولدر. تعال نخش على اللايرز، عايزين نعمل شوية layers، عايزين نعمل شوية layers. هنسمي دوت مثلا axis، نديله لون gray، ونعمل layer جديدة نسميها مثلا column. ونعمل layer كمان نسميها مثلا walls. ولاير تانية نسميها بيمز، ولاير تانية نسميها مثلا فرنيتشر، ولاير تانية نسميها مثلا بوردر، تكست، الستيرز، ال مثلا عندنا ايه تاني؟ رينفورسمنت، انفورسمنت، عندنا ايه تاني؟ اي لايرز بقى تحب تضيفها مش هتفرق. يعني مثلا الهاتش، تعال نديهم شوية الوان. دوت الوولز ماجنتا، البيمز يلو،
الفرنيتشر مثلا سيان، البوردر سيان، تكست مثلا جرين، الستيرز مثلا جرين، الرينفورسمنت ريد، الهاتش مثلا رصاصي غامق. تمام، تعالى مثلا الكولومز، تعالى نديلها تخيلها مثلا 0.3. تعالى مثلا الوولز 0.15. اي تخانات حاببها، مثلا الاكسس تعالى نديله اي نوع خط كده، ايز 4 مثلا for example، ونقول اوكي. تعالى نخش نعمل تكست ستايل، تعالى نقول نيو مثلا، نقول ماي تكست ستايل، ونقول ان الخط مثلا بتاع فردانة، نديله مثلا 0.25. بوينت تو فايف مثلا، وتعالى نقول له apply close. تعالى نعمل ستايل جديد نسميه مثلا my dime style، ونقول له برضه فردانة بس نسيب له الهايت صفر. apply close، خش على dimension style new، نقول my dime style، هنديله مثلا اي الوان 0.75 red genius genius 0 0.25 0.25 0.25 0.5 text 0.25 or 0.3 in 0.1 and all my dime text we above centered okay الفت okay when primary units okay in all of myself suffix meter okay okay هنعرف دلوقتي انا هعمل ايه، ما تقلقوش. new my table style my table style، نعمل اي ستايل باي الوان مش تفرق، مثلا احمر اي حاجة. اوكي كلوز. دلوقتي انا عملت ايه، وتعالى نحمل شوية خطوط. ماشي، نفترض ان دي الخطوط اللي انا بستخدمها في اي مشروع، وتعالى كمان نعمل شوية بلوكس، يعني اي اشكال مش تفرق، وايد ريكتانجل. هنعمل بلوك ونسميه مثلا سير، ادي الاوبجكتس، ادي البيك بوينتس، كي كلوك ريك مثلا هنا. اوكي، ونسيف الملف دوت ونسميه ماي تمبلت، ماي تمبلت على الديسكتوب، ونقول له سيف. الفايل دوت احنا بالعربي كده هنسميه ملف الفرش بتاعنا، بمعنى هل انا في كل مشروع جديد، هل انا في كل مشروع جديد اقعد اعمل نفس اللايرز، واقعد اخصص الوان، واقعد اخصص انواع خطوط وثقل الخطوط والقصه ديت، هل كل مشروع جديد اقعد اعمل تكست ستايل، كل مشروع جديد اقعد اعمل دايمنشن ستايل، كل مشروع جديد اقعد اعمل تيبل ستايل، كل مشروع اقعد احمل في خطوط؟ طبعا ما ينفعش، هضيع وقت الرسم بتاعي في الكلام ده. هل كل مشروع هقعد احمل في ارسم في بلوكات انا برسمها في كل مشروع جديد؟ لا، الحل دلوقتي ان انا اخش على الديزاين سنتر كنترول 2، واقوم رايح على الديسك توب، واقوم رايح على الديسك توب اهو، تعال نقول براوز، تعال نقول على الديسك توب اهو، افتح ماي تمبلت. تمام، ادي ماي تمبلت اهو، حملته، وتعالى نقول له البلوكس. انا عجبني مثلا، انا عايز في المشروع دوت عايز بلوك سيركلز دوت، اروح منزله. طيب انا دلوقتي هنا كان عندي لاير، ما كانش عندي لاير صح، قوم داخل على اللاير، داخل على اللاير، معلم عليهم وشددهم. بص، ولا سحر ولا شعوذ، بص ايه اللي حصل. البلوكات نزلت نفس كل حاجه، بنفس الالوان، بنفس التخصيصات، بنفس كل حاجه. طب لو انا كنت عايز الاكسس والبيمز بس في المشروع ده، واتعلم عليهم واشدهم،
وانزله. طيب انا عايز دايمنشن ستايل، وانا كل مره هقعد اعمل دايمنشن ستايل، او في واحد زميلي مثلا عامل دايمنشن ستايل عاجبني وانا عايز اسرقه منه، يعني عادي اخده منه، يعني اعملها ازاي؟ اقوم داخل على الدايمنشن ستايل واخد الماي دايم ستايل، الاقيها نزلت هنا. طب انا هنا كان عندي تكست ستايل، تعال نشوف كده التكست ستايلز، اقوم معلم عليها وشددها. افتح هنا كده، الاقي التكست ستايلز نزل. طب هنا انا كان عندي تيبل ستايل، لا ما كانش عندي تيبل ستايل، اهو اقوم شادد ماي تيبل ستايل، يقوم منزل ماي تيبل ستايل. طيب نفترض مثلا اللاين تايبس اللي انا بستخدمها دايما باستمرار، اقوم معلم عليها ومحملهم، بدل ما اخش واقعد ادور على اسميهم وادور على واعمل لهم لود والى اخره. فهتلاقي الموضوع بقى ان انت قصادك ان انت عايز تعمل ايه؟ ترسم بس. اللايرز جاهزه، مش هتقعد تعمل في لاير. التكست ستايلز بتاعتك جاهزه، الدايمنشن ستايلز بتاعتك جاهزه اهو. لو انا مثلا عايز اقيس هتطلع احمر ومكتوب جنبها ام زي ما احنا عاملين اهو، تمام. بس احنا لو كان حد شاف الحلقه بتاعه الدايمنشن هيعرف ان احنا عاملين الدايمنشن ديت لحاجه 20 ايه في 20 مثلا اهو، 20 متر مثلا، تمام. عايز اكتب اول ماي تكست مثلا او دي تي، وابتدي اكتب زي ما انا عايز، صح، تمام. يبقى اذا الديزاين سنتر حل سهل جدا وسريع وجميل، ان انا اقدر اعمل ملف يبقى اسمه ماي تمبلت، يبقى جواه كل البلوكس بتاعتي اللي انا بستخدمها في حياتي، كل الدايمنشن ستايلز اللي انا بستخدمها في حياتي، سواء انا عامل دايمنشن ستايل عام، دايمنشن ستايل للديتيلينج، دايمنشن ستايل لاي حاجه، اقوم حاططها كلها في ملف الماي تمبلت. عجبني الدايمنشن ستايل بتاع زميلي، اقوم فاتح ملف بتاع ماي تمبلت واخزن فيه الدايمنشن ستايل بتاع زميلي، عشان بعد كده لما انا افتح ملف جديد يبقى عندي ده وده، اقعد انقي منه زي ما انا عايز. كل اللايرز اللي انا ممكن اعملها في الدنيا بتخصيصاتها اقوم مخزنها هنا، عايز دولاب بس اقوم معلم عليهم وسحبهم منزلهم. طيب لو انا عندي مثلا لاين تايبس اقوم منزلها، لو انا عندي تكست ستايل انزلها، لو عندي تيبلز انزله. يبقى هتلاقي نفسك الديزاين سنتر دوت حلال العقد بتاع القصه دي كلها، تمام. طيب تعالى بعد كده نخش في موضوع مهم جدا، هو موضوع البلوكس اتريبيوتس. تعالى نقول له ها بلوك ديفاين اتريبيوت. فبيقول لك التاج، التاج هنا اللي هو اسم الحاجه، يعني انا مثلا هقول ليفل، ليفل هقول مثلا وات از your level، تمام. ونقوم قايل اوكي، وانا بيقول لك حط الليفل دي في حته، تمام. هاجي اعمل سيركل بالمنظر ده، هاجي وعامل خط كده وخط كده، وعامل هاتش مثلا سوليد، ده بلوك مثلا للليفل اللي بتوع عمارة، ده بلوك مثلا نفترض ان هو ده بلوك للليفلز للاخوة بتوع عمارة. فانا اقوم عامل ايه؟ عامل بلوك، يعني انا جيت عملت ايه دلوقتي؟ draw a block block define attribute، قلت التاج، قلت السؤال، وسبت الفاليو فاضية. ولا نرجع للوحة دي وهنشرحها دلوقتي ما تلاقوش، و هرجع دلوقتي ايه هنشرحها. وقلت اوكي، وراح قال لي حط التاج فين بتاعتك، قلت حطها له هنا، تمام. رحت محول دوت لبلوك، تعال نقول دوت نسميه بلوك بتاع الليفل، وادي البيك بوينت بتاعتي من هنا، دي الاوبجكتس. اوكي بص، اول ما جيت هنا بيقول لك الوات از يور ليفل، رحت قايل له 20 متر، تمام. اوكي يبقى دلوقتي اول ما اجي اعمل عمليه ادراج للبلوك اهو، اول ما اجي مثلا ادرجه هنا، اول ما يعني انا مثلا هفترض دلوقتي عندي اهو ادي عماره اكسبلود offices through عندي مجموعة من الليفلز بالمنظر ده كده، تمام. عايز اقول الليفل ده كذا والليفل ده كذا والليفل ده كذا، اقوم عامل insert اوكي، او ما احط دي هنا كده، يقول لك الليفل دوت كام، بيسألك السؤال تحت اهو what is your level، فاقوم قايل له 10. كلام جميل. طيب تاني insert للبلوك اللي بعديه، اضغط يقول لك what is your level، اقول له مثلا 25. ها اعمل insert تاني، ها what is your level، اقول له مثلا 30. ها what is your level، اقول له مثلا 14، وهكذا. يبقى دي تنفع مثلا للاخوه ايه بتوع عماره، لو هم ايه، طبعا هدوس انتر على طول عشان كده ما خدش قيمه،
اقول له مثلا 20. طب لو انا حبيت لو انا عملت حركه زي كده اعدل ازاي في البلوك؟ اضغط عليه دبل كليك هيطلع لك اهو الاتريبيوتس بتاعتك، يقول لك الليفل ده التاج، بيقول لك وات از يور ليفل، فاقول له القيمه 20. اوكي تمام، عايز اعدلها، لا هي مش 20 ده هي 50، اقوم قايل 50. اوكي طب لا دي 60، دبل كليك اقوم هنا قايل 60. اوكي طيب التكست بليسمنت، عايز التكست اوبشن، عايز الجاستيفيكيشن بتاعتها لايف ليفت ولا في السنتر ولا فين، عايز الهايت بتاعتها قد ايه، عايز تبقى باكوردز ولا اب سايد داون. دي حاجات زي بتاعت التكست ستايل بالظبط، دي زي اللي ما شرحناها في التكست ستايل بالظبط. تمام طيب ايه تاني هنا؟ البروبرتيز، عايزها في اني لاير، عايزها باي لاين، عايزها عايز الكالر يبقى ايه، عايزه احمر ولا بص بقت احمر ولا عايزه باي لاير، الكلام دوت احنا شرحناه في اللاير. تمام طيب يبقى دلوقتي عايز اعمل بلوك اهو واقوم منزله، يقوم قايل لي الليفل كام مثلا، اقول له الليفل 0، يبقى ده الليفل 0 وهكذا. يبقى هي دي البلوكس اتريبيوتس. تعال نكمل لوحة البلوك اتريبيوت، تعال نشوف ايه اللي فيها. طبعا ديت مثلا هنسميها الكوست، اي حاجة ما تفرقش، هاو ماتش هاو ماتش، خلاص بتسيب الفاليو فاضية، وممكن تحط قيمة تبقى دي قيمة افتراضية ليك، تبقى دي قيمة افتراضية ليك. يعني انا قلت له 10 دلوقتي اوكي، وعملت لها دراج هنا، وبعدين حولت الكوست ديت لبلوك، قلت له كوست، وادي البيك بوينت من هنا، قلت له اوكي. فبص هو حط لك قيمة افتراضية اهي بقت 10، فكل ما اجي اعمل انسرشن للكوست ادرجها يقول لك ها لو دوست انتر على طول معناها 10، طب لو انا عايز 20 تنزل 20. تمام وصلت النقطة ديت؟ طيب لو انا جيت قلت له draw blocks define attributes، قلت له invisible، invisible يعني ايه؟ يعني القيمة دي هتتخفي بعد ما تتحط تتخفي. طب واحد يسألني سؤال مهم جدا يقول لي هي ليه يعني هستفيد بيها ايه وهي مخفية؟ اه هنشوفها قدام شوية فايدتها ايه. طيب constant معناها ايه؟ يعني انت خلاص القيمة بتاعتك ثابتة، القيمة بتاعتك مش هسألك أساسا عن حاجة، هي الفاليو بتاعتك ثابتة، لذلك مش هسألك على سؤال أساسا، قفل السؤال. يعني هو مش هيسألك لأن الفاليو بتاعتك ثابتة. طيب فيريفاي معناها ايه؟ فيريفاي يعني تأكد إذا كانت النتيجة هتطلع 10 ولا لأ، يعني تسأل السؤال وتأكده. بريست، ها بريست يعني ايه؟ يعني ال الإجابة جاهزة لكن يمكن تغييرها، لكن يمكن تغييرها. يعني هو مش هيسألك، يعني أنا مثلا دلوقتي هنقول له أي حاجة تانية، أي حاجة مش تفرق، رحت قايل له مثلا 10، قايل له بريست أوكي نزلتها. فلما باجي اقول له انسرت، تعال نحوله لبلوك بس الاول اهو، اقول اوكي اهو بص بقت 10 مباشرة، بريست جاهزة بس يمكن تعدل. اما الكونستنت لو انت كنت قلت له كونستنت ما كانش هيمكن تعدل، لان انا لو جيت هنا قلت له كونستنت يبقى ما كانش هينفع تعدل. اما بريست تنزل جاهز على طول القيمه اللي انا حطيتها لكن يمكن تعدلها. فيرفاي ده لو يسالك سؤال مره كمان للتاكيد. تعال نشوف موضوع الفيرفاي، يعني مثلا دلوقتي هاو ار يو مثلا، هاو مثلا هاو ار يو، فالاجابه مثلا جود او فاين مثلا، ام فاين اوكي، تعال نقول له فيرفاي اوكي اهو، تعال نحوله لبلوك هاو اوكي اه بص هاو ار يو فاين انتر، برضو يقول لك اه انتر تمام اه، تعال نقول له انسرت اهو ادرج، او بقول لك هاو ار يو فانا قلت له فاين، فيسالك تاني بيقول لك فيريفاي الاتريبيوت فاليو، يسالك تاني بيسالك سؤال مرتين هاو ار يو فاين، يبقى فايدة فيريفاي ان هو بيسالك السؤال مرتين، يبقى فايدة فيريفاي ان هو يسالك السؤال مرتين. بريسيت ينزل لك القيمة بدون ما يسألك لكن القيمة دي ينفع تتعدل، الكونستانت يعني القيمة دي ثابتة ما تتعدلش، انفيزيبل يعني مخفية. تمام طيب برضو التكست بليسمنت، عايزها يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا ايه بالظبط؟ طيب التكست ستايل عايز تستخدم اني تكست ستايل؟ طيب الروتيشن عايز تعمل لها درجة، عايز تعمل سبيسيفاين سكرين ولا عايز تنزلها انت بالابسوليوت؟ طيب اللوك بوزيشن ان بلوك، يعني انت دلوقتي لو عملت بلوك اتريبيوت عايز يبقى البلوك اتريبيوت دوت مكانه محفوظ ولا يبقى مكانه تقدر تغيره عن طريق الجريبس؟ لو انت قلت له لوكال بوزيشن معناها ان هو هيدنه مكانه ثابت في البلوك، لو شلت من عليها الصح يبقى تقدر تعدل مكان البلوك اتريبيوت.
تمام. والالاين بلو بريفيوس اتريبيوت ديفينيشن، لو انا لسه عامل بلوك يعني لسه عامل بلوك اتريبيوت وعملت اتريبيوت تاني، فيعمل الاين معاه يعني يحطه تحتيه بالظبط بالمحاذاه، يعمل ليه محاذاه مع البلوك اتريبيوت القديم. تمام. طيب ايه البيز ديت؟ دي بيز بوينت عامه. لو انت ما اخترتش بيز بوينت اهي، انا هختار مثلا بيز بوينت هنا النقطه دي خلاص. بس لما اجي اعمل انسيرشن بعد كده اهو بص، ليه دي؟ عشان انا ايه، اعمل لها انسيرشن بوينت. لكن لو انت في الديفينيشن، وانا ولو انا باجي اعمل بلوك، لو ما حطيتش الانسيرشن بوينت، هيفترض ان الانسيرشن بوينت بتاعتك هي البيز بوينت بتاعت اللي انت حاططها من بيس. يبقى تاني لو انا ما عملتش انسيرشن بوينت وانا بعمل البلوك، يبقى هيفترض ان الانسيرشن بوينت بتاعتك هي البيس بوينت اللي انت عملتها من قائمة درو بلوك بيز. تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نعمل ميك، عرفنا ازاي نعمل بيز، عرفنا ازاي نعمل ديفاين للاتريبيوت. تعال نخش بقى على اهم حاجة في حلقتنا النهاردة، وهو الموضوع المهم جدا والجديد، هو موضوع الديناميك بلوك. هو موضوع ال dynamic block. دلوقتي تعالى ناخدهم واحدة واحدة كده. تعالى مثلا نعمل circles اهي كبلوك، وتعالى نقول له بي انتر نحوله كبلوك، نقول مثلا circle ادي ال pick point بتاعتي اهي اوكي، وتعالى نعلم عليه واضغط دبل كليك يقوم يفتح لك البلوك اديتور، يفتح لك الايه البلوك اديتور. يا اما اقدر اعلم عليها وادوس كليك يمين واقول له افتح لي البلوك اديتور، تمام. يا اما اقدر ان انا اعلم عليه واضغط على البلوك اديتور واعلم عليه واقول له اوكي. يبقى كل الطرق تؤدي الى روم. البلوك اديتور فايدته ايه؟ ان احنا دلوقتي لما كنا خزننا الملف ده كبلوك وباجي اقول له انسيرت، هل ينفع ان انا ازود في السيركل دي حاجه بعد ما عملتها؟ دي كناحية مبدئية فايدة البلوك اديتور، ان انا اقدر اعدل في البلوك. حاجة تانية ان انا اقدر اعمل دايناميك بلوك خلاص. يبقى اول حاجة افرض دلوقتي انا عايز ازود شرطة هنا، يعني خط كده في النص، اعمله ازاي؟ هل اعمل بلوك جديد ولا اعدل في البلوك الحالي؟ طبعا قدامك ان انت تعدل في البلوك الحالي، هم قال اوكي ومزود اللاين هنا عادي جدا وقال له كلوز، هيقول لك سيف الكلام ده وتقول له يس خلاص البلوك اتعدل. طب لما اجي اعمل انسيرت اهو البلوك اتعدل. يبقى اول حاجه فايده البلوك اديتور ان هو يعدل لك البلوك بتاعك، ان هو يعدل لك البلوك القائم بتاعك. يعني انت مثلا رسمت باب حابب مثلا تزود حته فيه تنقص حته فيه بتاع، مش تعمل بلوك جديد وبعد كده تحوله ترسم بلوك جديد بعد كده تحوله لبلوك، لا انت ممكن على طول بالدبل كليك تقوم قايل اوكي، تقوم تقدر تعدل في البلوك زي ما انت عايز، واللوحة دي تقدر ترسم فيها زي ما انت عايز، وجميع ادوات الرسم شغالة معاك. ممكن تزود دايرة كمان، ممكن تزود مستطيل، تعمل اللي انت عايزه، تقول له كلوز يس، تلاقي البلوك اتسيف. لما تيجي تدرج بلوك جديد هتلاقيه ينزل بالشكل الجديد. يبقى دي اول حاجة، اول ميزة من مميزات الايه البلوك اديتور. تاني ميزة ان هو يقدر ايه، ها تاني ميزة ان هو يقدر ايه، ان هو يقدر يخليك تعمل الديناميك بلوك من التول باليتس بتاعت الديناميك بلوك. تمام. دي باليتس بتاعت الديناميك بلوك هنشرحها دلوقتي واحده واحده، بس تعال نشوف ايه الشريط اللي فوق دوت ونفهمه. اول حاجه ديت دي اللي هي الايه اديت او كرييت بلوك ديفينيشن، لو عايز ترجع تنقي واحد تاني. طيب تمام. ديت سيف البلوك، لو انا عملت اي تغيير اسيفه. طب لو عايز اسيفه باسم جديد سيف از، اقوم ضاغط هنا. طيب عايز الاوسترنج تول باليتس اللي هي بتاعت الدايناميك بوكس الدايناميك بلوكس اللي عايز تشوفها ولا لا. طب عايز تحط بارامتر من البارامترز ديت خلاص، عايز تحط اكشن من الاكشنز ديت، ممكن بدل ما تجيبها من الباليت تجيبها من هنا. عايز تعمل اتريبيوت ديفاين للاتريبيوت ممكن تعمله من هنا. دي ريفريش، ده هنا الهيلب بتاع الدايناميك بلوكس، وهنا ده كلوز البلوك اديتور، ودي تبع حاجه تبع البارامتر هنا اللي هي الفيزيبيليتي بارامتر، ده هنشوفه دلوقتي. تمام. تعالى اول حاجه تعالى نتكلم على الديناميك بلوك، تعالى نتدرج فيها من تحت لفوق، وتعالى نقولها ونفهمها للناس ايه هو الديناميك بلوك. اولا فايده الديناميك بلوك ان انت عندك بلوك متغير، يعني انت ممكن يبقى يكبر يصغر شكله يتغير، ممكن تحتاجه مثلا بكذا فيو بكذا شكل، فمش هتعمل البلوكات دي في 10 بلوكات،
لا انت عايز تعمل كل الكلام ده في بلوك واحد يكون دايناميك حسب الموقف اللي انت فيه، يتفاعل معاك مع الموقف اللي انت فيه. تمام، وصلت النقطة؟ طيب تعالى بعد كده، تعالى ناخد مثال بسيط، تعالى ناخد مثال بسيط. عندنا مستطيل اهو، وهنرسم في السنتر بتاعته دايرة اهو بالمنظر ده، وهحوله لبلوك. اوكي، تعال نشوف اول حاجه. اول حاجه عندنا البارامترز. البارامترز ديت هي دي الحاجه اللي بنحطها اللي بنطبق عليها بعد كده الاكشن. مش فاهم، تعال واحده واحده معايا كده وانت هتفهمها. دلوقتي انا دلوقتي عايز اغير في طول المستطيل، فانا عايز ايه؟ لينير بارامتر، يعني حاجه تلعب لي في طول المستطيل. يبقى هحتاج ايه؟ هحتاج روتيشن، ولا هحتاج حاجه طول تعبر عن الطول؟ طبعا حاجه تعبر عن الطول. طيب خد بالك ان الكيس سنسيتيف يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي احط النقطه دي كده والنقطه دي كده، يبقى لازم انت فاهم انت حطيت انهي الاول وانهي التاني. طيب كلام جميل. دلوقتي انا حطيت اهو دوت الايه، ها، البارامتر بتاع اللينير، فبيطلع لك علامه التعجب. دي معناه ان هو لسه ما تخصصلوش اكشن. طب تعالى نضغط عليه، فبيقول لك ايه الاكشن اللي انت عايز، بتضغط عليها دبل كليك، يقول لك ايه الاكشن اللي انت عايزه. عايز تعمل اري، ولا عايز تعمل موف، ولا عايز تعمل سكيل، ولا عايز تعمل ستريتش؟ انا هقول له لا، انا عايز ستريتش. تمام، فبيقول لك اني نقطه من النقطتين اللي انت هتحب ان هو يتطبق عليهم الامر دوت، فاقول له النقطه دي. تمام، بيقول لك طيب افتح لي المستطيل بتاع الاسترتش، هقول له من هنا لهنا. هقول له، هيقول لي طب دلوقتي ايه اللي انت جوه المستطيل ده عايز تعمل له ستريتش، هقول له الاوبجكت ده، انتر. يقول لك حط اسم الاكشن فين، هقول له هنا. تمام، طب ليه لسه عم طلع لك علامه تعجب؟ لان النقطه دي تخصص لها، تخصص لها ايه؟ تخصص لها اكشن، اما دي ما تخصص لهاش اكشن. طب انا عايز الغي ديت عشان انا مش عايز اعمل بيها حاجه، ما اعمل ايه؟ قوم قايل كنترول 1، معلم على البارامتر وقايل كنترول 1، وقايل خليهولي جريب واحده، تلاقي علامه التعجب اختفت. او اقدر ان انا اعمل عليها كليك يمين واقول له الجريب ديسبلاي واقول له 1. كلام جميل. طيب اقول له كلوز ويس. تعال نشوف، هناخدها واحده واحده كده. تعال اعلم على المستطيل. اه الله، ايه اللي ظهر ده؟ ده في سهم ظهر كده، كان بيظهر هنا الحاجات دي، لا ما تظهرش، ظهرت هنا. طب النتيجه ايه؟ اه بص، بقيت بقدر اتحكم في البلوك بتاعي، شايف؟ بدأت اكبر واصغر، اكبر واصغر زي ما انا عايز. اه ده شيء جميل، شيء جميل. طيب تعال نخش على البلوك اديتور تاني، نقول له اوكي. طب انا عايز اضيف اكشن كمان على البارامتر دوت، اقوم داخل على الاكشنز واقول له عايز موف اكشن، عايز موف اكشن. يقول لي ايه البارامتر اللي عايز توقع عليه الاكشن بتاعت موف، اقول له البارامتر دوت. يقول لي اني نقطه فيه اللي عايز اللي هي تاخد الاكشن، اقول له النقطه ديت. يقول لك طب ايه اللي انت عايز تحركه، اقول له ده، انتر، فيقوم يطلع لك الموف اكشن. لكن انا دلوقتي عايز احافظ على ان السيركل دي دنها في وسط المستطيل، صح ولا غلط؟ كلام جميل. فانا عايز الموف دوت لما يجي ده يتحرك مسافه مثلا 10، ده الاكشن بتاعت موف تتحرك نص المسافه دي، فاقوم معلم عليها ودخل على كنترول 1 واقول له في الديستن مالتيبلاير خليك نص القيمه. تمام، واقول له كلوز، يقول لك سيف، اقول له يس. تعالى بص بقى ايه اللي هيحصل، بقت الدايره اصغر، الدايره تتحرك تبقى في النص، اكبر برضه الدايره تتحرك تبقى في النص، ولا سحر ولا شعوذه اهو، شايف؟ اوتوماتيكلي اهو. تمام، طيب اخش دبل اقول بي اي انتر اللي هو بلوك اديتور. اوكي، اه طيب دلوقتي عندنا مثلا بارامتر اسمه البيس بوينت. فين البيس بوينت؟ او ده البيس بوينت، اقول له انا عايز البيس بوينت تبقى في النص. طب انا عايز الموف اكشن دي تحرك برضو البيس بوينت بتاعتي، اقوم دبل كليك واقول له، ها، بيقول لك اد الاوبجكتس للموف اكشن، اقول له بتاعه البيس بوينت واقول له اوكي. كده دلوقتي الموف خدت ايه معاها، ها، خدت البيس بوينت، اقول له كلوز يس. بص هنا بقى هتلاقي الجريب دي بتتحرك معاك ازاي، اللي هي بتاعت البيس بوينت، شايف؟ ايه، اقدر اشيل منها الشكل اهو زي ما انا عايز، والجريب دي تتحرك، ها، تحرك الشكل زي ما انا عايز.
كلام جميل. يبقى اول حاجه في الحاجات اللي احنا اتعلمناها ان احنا عندنا حاجه اسمها البارامتر. ايه البارامتر؟ ان انا ده الاداه بتاعتي، الاداه بتاعتي دي انا بخصص لها اكشن. طب ايه البارامتر سيتس ديت؟ دي كومباينيشن، يعني ديت مثلا لينير مع ستريتش مره واحده، يبقى انت منزله لينير مع ستريتش يديك بارامتر ستريتش، بديك بارامتر لينير مع ستريتش اكشن، يبقى هو عامل لك الاثنين مع بعض في كومباينيشن واحده. تمام، وصلت كده؟ طيب دلوقتي تعال ناخد بعض الامثله عشان نفهم ايه هي البارامترز. دلوقتي عندنا البوينت بارامتر، البوينت بارامتر دي نقطه اهو اقدر اتحكم فيها، يبقى دي كده اقدر اعمل بيها ايه؟ اقدر اعمل مثلا بيها موف، يبقى اكيد البوينت هقدر اعمل بيها ايه؟ اقدر اعمل بيها موف. طيب لينير، ها لينير اقدر اعمل بيها ايه؟ لينير اقدر اعمل بيها ستريتش او اري او إيه، او مثلا ايه تاني؟ ستريتش اري سكيل، اقدر اعمل بيها حاجة كتير. طيب البولر بارامتر اقدر اعمل بيها الروتيت وستريتش وسكيل في نفس الوقت. طيب الاكس واي بارامتر لو انا عندي مستطيل عايز اتحكم في الطول وفي العرض بتاعه في نفس الوقت، يبقى عندي جريب هنا وجريب فوق تحكم لي في الطول وفي العرض، يبقى اقدر اعمل ايه؟ الاكس واي بارامتر. طب الروتيشن لو عندي حاجه عايز الفها، طب الالاينمنت ده للمحاذاه، وهنشوف ده بتاع ايه. الفليب ده عشان اقلب الشكل بتاعي، يعني عايز اجيبه يمين غير يعني اجيبه كاميرور اعمله فليب يتقلب، يبقى بدل ما هو يبقى فوق يبقى لتحت، بدل ما يبقى يمين يبقى شمال. الفيزيبيليتي بارامتر دي الحاجات اللي انا عايز اشوفها او اخفيها. اللوك اب بارامتر دي لو انا عايز اعمل قوالب جاهزه اخزنها في جدول، بحيث ان انا اقول له انا عايز مثلا بلوك اي 1 يجيب لي بلوك اي 1. البيس بوينت اللي هو نقطه الادراج واللي احنا بنمسك منها الايه، بنمسك منها الجسم. الاكشن عندنا موف اكشن ان انا احرك حاجه، السكيل اكشن دي ان انا عايز اعمل سكيل لحاجه، ستريتش ان انا اعمل ستريتش، برضو بولر ستريتش نفس القصة، ستريتش بس على الداير اللي هو بينفع مع البولر بارامتر. وعندنا الروتيت اكشن ان انا الف حاجة، الفليب اكشن ان انا طبعا اخصصها للفليب بارامتر صح. وبعد كده عندنا الاري اكشن ان انا عايز اكرر اي اكثر يعني اكثر من حاجة، واللوك اب اكشن دوت ان انا زي ما قلنا لو عندي مجموعة من البلوكات موجودة في بلوك دايناميك واحد، عايز اقول له انا عايز مثلا بلوك اي 1 يجيب لي بلوك اي 1 من ضمن نفس البلوك الواحد. طيب تعالى ناخد امثله وهي اللي هتوضح لنا البلوك اكشن، الديناميك بلوك، وهي اللي هتوضح لنا البلوك بارامترز والبلوك اكشنز وهتوضح لنا الديناميك بلوك. تعالى ناخد شويه امثله. تعالى اول مثال ناخده هو مثال الفيزيبيليتي بارامتر. تعالى ناخد مثال للفيزيبيليتي بارامتر. تعالى مثلا لو انا جيت دلوقتي جيت مثلا عملت بوكس بالمنظر ده، تمام، ده المفروض هيبقى منظره عامل ازاي؟ هنفترض ان هو حاجة بسيطة يعني، ده الاسقاطات بتاعته عاملة ازاي؟ يبقى الوش دايرة مستطيل وجواه دايرة، هنا مستطيل وجواه مستطيل، هنا مستطيل وجواه مستطيل صح؟ مش هي دي الاسقاطات بتاعت الشكل دوت؟ طيب تعالى نعمل الكلام دوت هنا، ادي ريكتانجل اهو وجواه دايرة، والاسقاط بتاعها هيبقى عامل ازاي؟ قلنا هيبقى فيه مستطيل كده مرة وفيه مستطيل كده مرة بالعرض ومرة ايه بالطول. تمام، طيب تعالى نعمل البلوك، تعالى دوت نقول له مثلا بلوك، نحوله لبلوك الاول. اول خطوة بنعملها ان احنا بنحوله لبلوك دوت، مثلا هنسميه في اي اس، دي البيس بوينت بتاعته. اوكي نخش على البلوك اديتور. طيب دي الحالة الأولى صح، فأقوم داخل عامل visible parameter، أقوم منزله هنا كده أهو بالمنظر ده. تمام، ضغط دبل كليك واعمل نيو فيزيبيليتي، دي الفيزيبل زيرو. يعني ايه الفيزيبل زيرو؟ يبقى دي كده الحاله اللي هيكون فيها ايه، ها الحاله رقم صفر دي هيكون، او تعالى نقول دي مثلا هنسميها الفيجن، الفيجن. تمام، تعالى نعمل نيو ونقول ديت مثلا سايد فيو، بيقول لك leave الفيزيبيليتي of existing object on a change in new state، عايز يبقى الحاله دي هي نفس الحاله دي، ونقول له اوكي وبعدين احنا نعدلها، وبعدين نقول له مثلا بلين.
تمام. طيب اوكي، دي الحالة بتاعت الاليفيجن فيها الشكل ده. طيب الحالة بتاعت السايد فيو انا عايز ايه؟ اقوم خافي ده اهو، اقوم اعمل اخفاء اخفي دي، يبقى دي كده ايه؟ ها، في حالة السايد فيو. السايد فيو احنا قلنا هنشوف مكان الدايرة صح ولا غلط، دي كده تظهر المخفي مع الغير مخفي. اقوم جايب مستطيل اهو من هنا لهنا، تمام. طيب يبقى دي كده في السايد فيو. طيب في البلان فيو، ها، ايه اللي هيبقى ظاهر؟ تعالى نخفي الدايره، تمام. وايه اللي هيبقى ظاهر في البلان فيو؟ ها، مستطيل بالطول كده صح ولا غلط؟ يبقى عندنا، تعالى نخفي بقى نظر الكلام، يبقى دي كده في الاليفيجن، دي كده في السايد فيو، دي كده في البلان فيو صح ولا غلط؟ طيب نقول له كلوز يس، علم على الشكل ده. بص ظهر العلامة ديت، العلامة دي فايدتها ايه؟ ها بص، علم كده واقول له ايه؟ سايد، يظهر لك السايد كده، واقول له بلين يقوم يظهر لي البلين كله في بلوك واحد. اقول له انا عايز الاليفيشن، يقوم جايب لي الاليفيشن. علم عليه واقول له هات لي، لا هات لي السايد فيو، يبقى ده كده السايد فيو. علم عليه واقول له هات لي البلين فيو، يبقى ده كده البلين فيو، تمام. يبقى في الفيزيبيليتي اقدر اعمل ايه؟ ها، اقدر اعمل كذا حاجه، مثلا بلان سايد مع اليفيشن، واقدر اعمل كذا حاجه واوقع عن طريق الايه؟ عن طريق الفيزيبيليتي بارامتر، تمام. طيب ايه اللي اقدر ازوده هنا؟ ها، اقدر طبعا ازود الستريتش بارامتر زي ما احنا اتكلمنا فيه من شويه اهو بالمنظر ده. اعلم عليه واقول له جريب 1، واقول له احنا عايزين ستريتش اكشن، ستريتش النقطه ديت ودي ودي، وده الاوبجكت اللي عايزه يحصل له ستريتش. وبعد كده نعمل موف اكشن برضو اهو، ده البرامتر، دي النقطه، ده اللي انا عايزه يتحرك وده اللي انا عايزه يتحرك صح. انتر اهو بالمنظر ده. بس خد بالك ده الايه؟ ده كان في الموف. طيب فاضطر ان انا اظهر الحاجات ديت كده صح، في الستريتش لازم ازود الايه؟ ها، اقول له انتر عشان انا بس مش عايز ده، وازود دي كده في الايه؟ في الستريتش. طيب في الموف، في الاكشن بتاع الموف ده انا عايزه يتحرك صح، تمام. ونقول له في الموف على كنترول 1، تعال نقول له ديست مالتيبلاير بنص، تعال نقول له كلوز يس، تعال كده في الاليفيشن اهو يتحرك برضو، تلاقي ايه خدم معانا في كل حاجة. طب عايزين نظبط ان الجريب دي تظهر في كله، ها نعملها ازاي؟ نخش على بلوك اديتور اوكي، نخلي دوت في كل الحالات، يعني نخلي الاسترتش ديت في كل الحالات. خليها في كل الحالات ازاي؟ ها، لا ان انا طبعا ان انا ايه لازم اعمل ايه؟ ها، ان انا اجي مثلا على السايد صح، واظهر دوت واقول له فيزبل، اجي على البلين نعلم عليه واقول له فيزبل كلوز يس كده يظهر هنا اهو، تمام. هنا تبقى ظاهرة برضو، هنا تبقى برضو نفس الكلام. طيب الجريب ديت عايزة تتحرك برضو، اعمل ايه؟ اخش على بليك اديتور واقوم قايل له مثلا في الاليفيشن حط بيس بوينت هنا اهي، دي البيس بوينت بتاعتي. في الموف عايز دي تتحرك معايا، تمام. طيب في السايد، في البلين نفس القصة كلوز يس. تمام. طيب دلوقتي لو انا حبيت اخلي الانكريمنت بتاعت الديستنس دي بمسافات معينة، تعالى بس نعرف، نحاول نعرف المسافة ديت كام.
دي 3000. لا كبيرة أوي يعني. طيب تعالى نخليها ايه، مسافات معينة. تعالى نقول له كنترول 1، تعالى نقول له الديس تايب انا بعلم عليها، تمام، واقول له الديس تايب بي انكريمنت المينيمم مثلا بتاعك 3000 وتزود بال500، والماكسيمم بتاعك مثلا نقول ايه، لا اسف، الانكريمنت 500، تبتدي من 3000 توصل مثلا 7000، تمام. وتعالى نقول له كلوز، سيف الكلام دوت. بص بقى بيديك شورت، شايف؟ شايف تمشي عليها، ما ينفعش تزود عنها ولا تقلل عنها اهو. تمام، وصلت النقطة ديت. عايز ال elevate side، add the side، add the plane. كلام جميل. ها وصلت المعلومة ديت. تعالى ناخد مثال آخر يفهمنا برضو موضوع ال dynamic blocks. تعالى نعمل حاجة بالمنظر دوت كده، rectangle كمسمار مثلا، شكل مسمار يعني. وتعالى نشتغل كده بعد القيمة، تعالى نشتغل بأبعاد معقولة شوية عشان لو حبينا نعمل أبعاد، نقول مثلا ات 10 و2، نخليها أكبر من كده شوية، نخليها نزودها 2 كمان، نعمل لاين ونيجي كده نقول مثلا 2.5 و 15 5، تمام. ده مثلا نفترض ان هو شكل مسمار، عايزين يبقى دايناميك، نعمل ايه؟ تعال بقى نفكر فيها كده. اول حاجة نقول له بي، نسميه مثلا بي بي، مش هتفرق، بيس بوينت في اي حتة هنا مثلا. اوكي تعال نخش على الدايناميك بلوك. تعال ده نتعامل معاه ازاي. اول حاجة لما المسمار القيمة دي تطول، لازم الهيد بتاعت المسمار ايه، هتكبر، صح ولا غلط؟ طيب نعملها ازاي ديت بقى؟ ها نقوم عاملين لينير، نقطة من هنا مثلا، نقطة من هنا، كيس سنسيتيف على فكرة، لازم تبتدي من فوق لتحت عشان تطلع الجريب هنا لما تيجي تقول له ايه، ها one grip، تطلع ايه الجريب تحت، تمام. طيب دي عايزين نطبق لها اكشن. في اول حاجة هقول له ستريتش، اول حاجة هقول له ايه، انا عايز اكشن ستريتش النقطة ديت، وبعدين اقول له الشاشة بتاعت الويندو، الكروس ويندو بتاعت الستريتش من هنا لهنا، واقول له ديت الاوبجكتس اللي انا عايز يتعمل لها ستريتش، انتر، خلاص انا كده طبقت ستريتش. طيب عايز اكشن سكيل للكولوم للبوليت هيد ديت، اعملها ازاي؟ اقوم داخل سكيل اكشن، اقول له من هنا انتر، يقول لي فين الاوبجكت، اقول له هنا انتر. خد بالك من حاجة، لو انت قلت له على طول اللي حطيت كلمة سكيل على طول، الشكل ده هيكبر بس من المنتصف، هيكبر بشكل عشوائي. فانا عايز يبقى ليه بيز بوينت للسكيل بتاعتي، اقوم عامل ايه، اقوم قايل له بيز، بيز تايب، يقول لك ديبندنت ولا اندبندنت. طبعا انا عايز ديبندنت على الديستنس، فاقول له ديبندنت، يقول لي البيز بوينت لوكيشن فين، اقول له هنا في النص عشان انا عايزها تكبر لفوق، تمام. اقوم حاطط السكيل كلوز، يس. بص هنا بقى، بص ايه اللي هيحصل، شد كده، لا المسمار بيكبر كل ما قيمة الايه، ها كل ما قيمة المسمار ها تكبر، تلاقي الايه، الراس بتاعت المسمار تكبر. كله ملاحظ الحتة دي؟ ها طيب لو كنت عايز اعمل سكيل برضو للعمود بتاع المسمار ده، وتعمله ازاي؟ تعال نجرب كده ونشوف هتعمل ولا لا. هنقول له سكيل من هنا، سكيل اوبجكتس ديت وديت وديت، انتر، ونقول له بيس تايب برضو، لان طبعا ديبندنت من النقطه دي، تمام. تعال نقول له كلوز، يس. بص شايف، لما ده يكبر تلاقي المسمار كبر معاه، ده يصغر تلاقي المسمار يصغر معاه والعمود يصغر معاه، شايفين؟ شايفينها؟ شايفين؟ تلاقي ده كبر، ده كبر، ده كبر، ده كبر. ممكن انا اعملها ايه بقى، عشان لو انا حاسس ان الموضوع كبير قوي، ممكن اعملها ايه، اقول له السكيل دوت، اقول له الديستنس مالتيبلاير مثلا،
اللي هو السكيل دوت. إيه مثلا الفيز اوفست ممكن اعملها مثلا independent. تعالى كده نشوف close. للأسف ما فيهاش distant multiplier، للأسف مش معمولة زي arm stretch. السكيل مش زي arm stretch. تمام، لو انا مش حابب امر سكيل دوت ممكن الغيه، يعني ممكن الغي الاكشن بتاعت السكيل ديت، يبقى لي عادي العمود العادي بالراس العادية ديت. طب انا عايز اتحكم في الكلام دوت زي ما احنا قلنا اللي هي الاطوال، يعني ممكن اعلم عليه وادوس كنترول واحد واقول له الانكريمنت بتاعك this type increment، واقول له مثلا الزيادات بتاعتك بالعشرة او مثلا خليها بالاتنين، واقول له المينيمم ديستنس بتاعتك 15 واعلى قيمة توصل لها مثلا هي 30. تمام، واقول له كلوز يس، الاقي المسمار فعلا شايفين نفس الحركة ما يقلش عن كده، ودي اكبر قيمة لي. تمام، طيب ده كده مثلا كمثال يفهمنا ايه هي الديناميك بلوكس. تمام، طب لو انا كنت عايز اعمل اتاش لقيمة الضلع دوت جنب جنب البلوك اعملها ازاي؟ ممكن اقوم داخل وعامل اول دي تي انتر تكست عادي، اقوم حاطط هنا اهو بالمنظر ده، يقول لي اكتف، فاقوم عامل كليك يمين واقول له انسرت فيلد، واقول له مثلا بالاوبجكت الاوبجكت، اقول له الاوبجكت دوت. تمام، اقول له اللينس بتاعته اوكي، يبقى هو ده اللينس بتاعته، اقول له كلوز يس. تمام، بص هنا ده الطول بتاعه 29. طيب لو صغرته شوية ها برضو نفس القيمة، طب ليه؟ عشان لازم اعمل ريجينيريت ار اي انتر طلع لك القيمة بتاعته. طب اقل قيمة كام؟ ها اقل قيمة 15، تزود 2 كمان المفروض تبقى كام؟ 17 صح، زود قيمة كمان تبقى المفروض كام؟ 19، لغاية اعلى قيمة هتبقى كام؟ ها 29. أعلى قيمة هتبقى 29، اللي هو ماشي بإنكريمنت كام؟ ماشي بإنكريمنت اتنينات. تمام، يبقى دي قيمة الإيه الطول الضلع دوت كذا. ممكن بقى أنت كنت تكتب يعني ساعتها، ممكن أهو أنت ساعتها تكتب هنا مثلا اللينس، أو تكتب مثلا اللينس بيساوي كذا close yes تعمل كده مثلا regenerate اللينس بيساوي كذا، او مثلا تقول ان نوع المسمار دوت بيساوي كذا على اساس الطول بتاعه وهكذا. دي بقى افكار كتير انت تقدر تتحكم فيها وتفكر فيها زي ما انت عايز. كلام جميل. طب تعالى دلوقتي ناخد مثال تاني لامر بقى اللي هو الاكشن بتاع روتيت. تعالى نشوف الاكشن بتاع روتيت، البارامتر بتاع روتيت، وتعالى برضو نشوف بعد كده ندي برضو مثال تاني للاكس واي بارامتر واللينير احنا عرفناه، والبوينت هو ما فيهوش حاجه غير مثلا موف. تعالى نشوفه برضو، هندي مثال عليه. تمام، بس تعالى نشوف دلوقتي موضوع روتيت. تعالى نعمل سيركل كده مثلا وجواها خط بالمنظر ده. تمام، وتعالى نحول الكلام ده لبلوك، نقول مثلا سيرلاين تمام في النص اوكي. تعال نخش البلوك اديتور اوكي، تعال نقول له روتيت بارامتر، يقول لك فين البيس بوينت بتاعت الروتيشن، اقول له هنا. طيب يقول لك الريديوس بتاعه فين، احط فين الكلام دوت، اقول له حطه هنا. طيب منين لمنين، او ممكن اقول له بيز انجل، ممكن اقول له ايه بيز انجل، يقول لي البيز انجل بتاعتك كام، ممكن اقول له 330، يقول لي لغاية كام، اقول له لغاية زاوية مثلا 30. تمام، لا او مثلا ما اسف ماشي ممكن نعدلها بعد كده، اعمل كنترول 2 اسف كنترول 1، اقول له هنا مثلا من 330 والانجل بتاعتك خليها مثلا 90 او 60، خليها من هنا لهنا. تمام، ده كده
يبقى انا هتحرك في هذا النطاق. ممكن اعلم على كنترول واحد واقول له ان انت السيستم بتاعك increment او increment ماشي عندك من الانكريمنت انجل ب10، فعندك المينيموم عند 30 و330، يعني 330 ل 30، او خليها بقى 330 ل 30 الحتة دي كده اهو، هي 330 ل 30، هنخليها 360، أيوة 360، 330 ل 60، تمام. تعال نقول له close yes. يبقى دي كده الايه، ها محور الدوران بتاعه. بص من هنا لهنا. طب عايزين نطبق الاكشن بقى، نطبقه ازاي؟ نقول له اوكي، اه نعمل دبل كليك هنا، يقول لك ايه اللي انت عايز تلفه، اقول له ده اللي انا عايز الفه، انتر حطه هنا، كلوز يس. بص شايفين، اقدر اتحكم في الايه، في اللفه بتاعته زي ما انا عايز. وعلى عندي منقله اهي، اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. تمام وصلت كده. يبقى ده كده بتاع الروتيت، ها الروتيت اكشن والبارامتر بتاع روتيت. تمام طيب تعالى بعد كده نشوف مثلا البارامتر بتاع بوينت. تعالى نشوف ده هيبقى فايدته ايه. مثلا عندي مستطيل اهو برضو، وجوه دايره، عايز احرك الدايره دي جوه المستطيل، اعملها ازاي؟ اعمل دوت بلوك الاول اسميه 111 اهو، خش على البلوك اديتور اوكي، ممكن هو اعمل بوينت بارامتر اهو، وما حطيت الاكشن بتاعتها موف اهو، اقول له موف لديت بس كلوز يس. يبقى انا سمحت لنفسي ان انا ادي ايه، ها جريب، ان انا اقدر احرك بيها الدايره زي ما انا عايز اهو، حركها في اي مكان وما زال ده بلوك. طب ايه النقطه الزرقاء دي؟ دي بتاعت البيز بوينت، ما تخلطش اهي، اقدر احرك بيها الايه، الدايره زي ما انا عايز. تمام طيب ايه البارامترز تاني؟ احنا قلنا اللينير، البولر بارامتر دوت فايدته ايه؟ فايدته انا مثلا على سي فور اكزامبل، هنقول عندي دايره اهي وعندي مستطيل بالمنظر ده، تمام، دخل البولر بارامتر من هنا لهنا، ungrip نقول له action إيه دوت، نقدر مثلا نقول له polar stretch، يعني هنا دي بقى يزيد فيها ال polar stretch، دي يزيد فيها ال polar stretch، نقول له من هنا لهنا وأقول له ال object dot close yes. أعلم كده أقدر أعمل إيه بقى؟ اه شايفين بقيت بعمل ستريتش، وفي نفس الوقت ستريتش مع موف مع روتيشن في نفس الوقت، ستريتش مع موف مع روتيشن في نفس الوقت، شايفين بقى بيلف وش المستطيل فين، ها بالنسبة للدايرة. تمام طيب تعالى نشوف ايه ال XY parameter. اكس واي بارامتر، لو انا عندي ريكتانجل اهو، انا مثلا نقول في دايره هنا كده بالمنظر ده، هنقول في دايره في النص هنا كده، وفي دايره جنبها هنا كده، هنصغرها شويه وتعالى نقول له اهو من هنا لهنا. يبقى ساعتها اقدر اعمل ايه، ها مثلا ممكن اقدر اعمل إيه، array صح، اقول له الاوبجكتس ديت انتر، يقول لك عايز في الروز دي، هنا لازم اكون معلش اسف عامل المستطيل بابعاد عشان ابقى عارف الابعاد ديت، هقول مثلا 10 و5
بعد كده مستطيل 10 في 5 صح. اجي كده لهنا واعمل ديت كده الري اهو، ادي المستطيل اهو انتر. فبيقول لك المسافة ما بين الروز عايزها تبقى قد ايه، ما بين الروز اقول له 5، ما بين الكولومز اقول له 10 تمام. انت حط هنا كده اقول له كلوز يس. يبقى كل ما المسافة دي تعدي العشرات تلاقيه زاد لك ايه، ها زاد لك مستطيل شايفين، كل ما المسافة دي تعدي العشرات. فانا عايز احكمه عشان الجريبس ما تدينيش المنظر ده، اقوم عامل ايه، حد عارف؟ ها اقوم عامل ايه، اقوم جاي بكل بساطة على دوت كده اقول له كنترول واحد، كنترول واحد، واقول له ان انت هنا تمشي بالانكريمنت. الانكريمنت بتاعتك 10، المينيمم بتاعك ريزنتلي 10، الماكسيمم مثلا 50، هنا برضو increment صح، ال vertical 5، أقل حاجة 5، أكتر حاجة 25، close yes. أخرك بص، ده أخرك كده وده أخرك الناحية دي كده اهو. يبقى اديك مسطرة لازم انت تلتزم بيها، يبقى دي مستطيلة اهو اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز، يفرش معايا زي ما انا عايز. لو جدول مثلا اقدر اتحكم في الجدول زي ما انا عايز، اي جريب اقدر اشد بيها واتحكم فيها زي ما انا عايز. انا مثلا بشد من الجريب دي يبقى المسطرة عندي في الاوبزيت، بشد في الجريب دي يبقى المسطرة عندي من الاوبزيت، بشد في الجريب دي يبقى المسطرة عندي من الاوبزيت على طول تمام. طيب عندنا مثلا الروتيشن دي قلناها، الالاينمنت ده بقى حاجه جميله جدا جدا جدا. تعال نشوف ايه بقى موضوع الالاينمنت ده. اقول له مثلا الالاينمنت من هنا لهنا، تعال نشد دي كده دي كده العمود بتاع الالاينمنت، نقول له كلوز يس. بص بقى الميزه بتاعت الالاينمنت ايه، لو انا عندي مثلا مجموعه من اللاينز كده، تعالى نكبرها شوية كمان عشان تلاحظوها. بص لما اجي اشد من الجريب دي، بص يعمل الاينمنت على طول ازاي شايفين. بصوا انا عايزك تشوف عامل الاينمنت ازاي لوحده على طول. بص بص شايف، بص الاينمنت لوحده ازاي. يبقى هي دي فايدة الالاينمنت بارامتر، هو ملوش اكشن. دي من الحاجات اللي ملهوش اكشن، الاينمنت بارامتر الالاين بارامتر ملوش اكشن. طب ايه الفليب بارامتر دي، تعال نشوف ايه الفليب بارامتر. تعال نشوف، هنفترض ان انا عندي دايره كده، تعال نقول فليب بارامتر مثلا من هنا لهنا تمام، هخليها في النص كده. تعال نقول فليب اكشن، طبعا فليب بارامتر ملوش غير فليب اكشن، اقول له الكلام دوت فليب كلوز يس. بص هنا بقى اعلم على ده كده، اقول له كده يجي الناحية دي، اجي كده يجي الناحية دي تاني، يجي كده يجي الناحية دي، كده يجي الناحية دي تمام. طيب بعد كده عندنا ايه، عندنا ال visibility parameter دي شرحناها وادينا مثال عليها، وعندنا اللوك اب بارامتر هنقولها في الاخر، والبيس بوينت ان انت عايز بس مجرد ان انت تحط بيس بوينت كلوز اوكي بس عايز تحط بيس بوينت بس في الشكل، مثلا انت ما تيجي تعمل ادراج مثلا يعمل ادراج منه بس تمام ماشي. وصلت كده المسائل دي لغاية دلوقتي. تعالى بقى ناخد مثال حلو يفهمنا الحاجات دي بشكل اوقع، هو مثال الباب، يعني مثال الباب هيكون يعني اوقع وهيكون هيفهمنا اللي احنا الموضوع بتاع الديناميك بورك دوت بشكل اوقع. انا نرسم باب، خلاص نقفل دوت كده، نفتح ملف جديد على نظافة. اون لاين بوينت 9 الانتر بوينت 25 بوينت 15 بوينت 12
انتر سي انتر بوينت 9 12 الانتر تمام. تعال نحاول دوت البلوك، هنسميه بلوك، نعمل بلوك ونسميه ايه دور، دي البيز بوينت بتاعته، نقول له اوكي، خش على البلوك اديتور ونقول له اوكي. دلوقتي انا عايز اعمل دايناميك بلوك. يعني ايه عايز اعمل دايناميك بلوك؟ يعني انا عايز الباب دوت يطلع لي بالمقاسات اللي انا عايزها في اي وقت، واقدر اعمل اللي انا عايزه في اي وقت، بحيث ان هو بلوك واحد يقدر يكفيني في جميع الحالات اللي بتقابلني. طيب تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنعمل linear parameter من هنا لهنا، صح، ونقول له grip 1، صح، ونعمل بعد كده الاكشن، يقول لي الاكشن اللي انت عايزها، اقول له سكيل، هيقول لي سكيل ليه، اقول له سكيل القوس دوت. طيب عايز من انهي ناحية، اقول له عايز تحط الاكشن سكيل بتاعتك في انهي حتة، اقول له حطها في اي حتة مش هتفرق. تمام، طيب يبقى دي كده السكيل بتاعتنا. يبقى تاني هعملها ازاي؟ تاني دبل كليك، هيقول لي فين النقطة اللي انت عايز تعمل عليها الاكشن بتاعتك سكيل. طب فين الاوبجكت؟ اهو انتر، يبقى خلاص الناحية دي، لان انت مش عامل غير جريب واحدة، صح ولا غلط؟ طيب بعد كده اخش على اكشن موف، اقول له حرك البتاع دي زي مع تحريكك للديستنت بارامتر. اهو ده اللينير بتاعي، يقول لي اني نقطة، اقول له دي، عايز ايه اللي اتحرك، اقول له ده، انتر، ادي الموف. يعني لما ده يحصل له سكيل ده يتعمل له موف. طيب انا عايز ده ينزل ويطلع حسب السكيل، فعايز اعمل له ايه؟ ستريتش. فهم داخل على اكشن ستريتش، صح، اهو ادي البارامتر، اني نقطة، دي النقطة اللي هتتحكم، اقول له من هنا لهنا، واقوم عامل الحتة دي كده، يبقى هو ده اللي هيحصل له ستريتش، انتر، ادي الاسترش. بس في مشكلة، ايه هي؟ ان انا دلوقتي لو جريت ده كده يمين، ده هيتجر معاه ايه؟ يمين. يبقى الضلعين دول هيتنوا يمين، لو انا جبت ده شمال هيتنوا شمال، صح ولا غلط؟ طب انا عايز ايه؟ انا عايز لما ده يطلع يمين دول يتحركوا فوق وتحت، يبقى لازم اخش على الاسترتش واقول له ايه بقى؟ الانجل اوفست بتاعتك 90 درجة، يعكس 90 درجة عكس اتجاه الايه؟ البارامتر بتاع الديستنس. تمام؟ تعالى نغير الليبل بتاعه، رينيم الليبل، تعال نقول له مثلا اللينس، اقول اللين ماي لين دور لين مثلا دور لين. تمام، طيب بكده عملنا ستريتش. طيب ايه تاني عايزين نعمله؟ ايه تاني عايزين نعمل؟ طب تعالى كده بس نجرب الباب كده نشوف ايه اللي هيحصل. بص، ده يكبر يظهر زي ما احنا عايزين، شايفين؟ تمام، وصلت النقطة دي. طيب دبل كليك، اوكي. دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ ها، اعمل مثلا فليب، لو انا عايز الباب ده يتقلب يمين وشمال اعمله ازاي؟ ها، هو عامل مزود الفليب اكشن، اعمل البارامتر دوت، ادي البارامتر فليب اكشن، ادي معلش اسف، اعمل فليب من الفليب بارامتر الاول، mid between two points عشان يجي الفليب بارامتر في النص، بالمنظر ده، وشد دي بس واحطها فوق هنا كده شوية، ده المحور اللي هتعمل عليه الفليب. تمام، طيب واعمل فليب تاني مثلا برضو mid between two points من هنا لهنا، اهو بالمنظر ده، وده المحور اللي هتعمل عليه فليب بالمنظر ده كده. تمام ماشي، يبقى دي كده فليب ستيت 1 ودي كده فليب ستيت 2. طيب كلام جميل، عايز اعمل بقى اكشن لديت، اعملها ازاي؟ فبيقول لك ايه الاوبجكتس، فاقوم قايل له اول، انا عايز كله يتقلب، صح، انتر، ها تمام. طيب ديت برضو عايزها اول، هيطلع لك رسالة اعتراضية، ايه هي؟ ها، لان انت كده عملت فليب لكله،
تمام. ممكن وانت بتيجي تعملها تاني تخصص الاكشن تاني، ثم قايل له قول، اه هيطلع لك رساله اعتراضيه ان انت كده هتعمل للفليب اكشن برضه روتيت، قصدي فليبنج برضه، فهيعترض عليك بس مش مشكله يعني، ما تقلقش من الرساله دي. ثم قايل له كلوز يس، تعالى كده نبص على الباب، اه بقى يتحرك معايا عادي، اقدر اعمل فليب وبرضه يتحرك معايا عادي، اقدر اعمل فليب كده وبرضه يتحرك معايا عادي. طب لو انا عايز التزم بمسافات معينة، تخلي الباب يلتزم بمسافات معينة، خليه يلتزم ازاي؟ ها دبل كليك اوكي، واقول الدور لين خليك ليست، ايه الليستة بتاعتك؟ هقول له مثلا 45.54 و 0.75 و مثلا متر و متر و10 ومتر و20، تمام اوكي. يبقى دي المسافات اللي هيمشي عليها. كلوز يس، اه بص الباب كده، اقل حاجة فيه 45، اكتر حاجة فيه متر و20 اهو بالمنظر ده. طب عايز اعمل له الاين بارامتر، اعملها له ازاي؟ ها اقوم حاطط الالاين بارامتر، اكيد طبعا هيكون مكانها هنا صح ولا غلط؟ عشان هي دي اللي عامل بيها الالاين. طيب ومنساش ان انا في الفليب اقوم قايل له ايه، ازود عليه الالاين، وفي الفليب هنا ازود عليه الالاين تمام. ومنساش برضو ان انا احط بيز بوينت هنا، وبرضو في الفليب ازود عليها البيز بوينت، وفي الفليب ازود عليها البيز بوينت تمام. كلوز اه اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز، بس ليه ما قلتش ليه؟ قلتش ليه؟ تعالى بس نعدل لها تاني اوكي، تعالى البيس بوينت نتأخرها كده شوية او نتأخر الالاينمنت شوية تعالى نتأخر دي ونتأخر دي كده شوية، والبيس بوينت نحطها هنا. فليب ستيت نزود عليها ديت، نزود عليها دي او نقول له اول وخلاص ونريح دماغنا. وهنا الفليب ديت برضه نقول له اول ونريح دماغنا اهو، اه اتنقلت هي اشتغلت عادي. بالك انت ممكن تربط دي بالفليب بالموف، ممكن تربط دي بالموف لو انت عايز. تمام طيب تعالى بعد كده نشوف حتة اللي هي بتاعة اللوك بارامتر ديت، تعالى نشوف ايه هي. تعالى انا اقدر دلوقتي اعمل لوك بارامتر، احط هنا كده واقول دوت مثلا، تعالى نسميه، انا نسمي دوت مثلا الدور نمبر، الدور نمبر، الدور نمبر تمام. الدور نمبر دوت ممكن اجي انا اعمل له هنا برضو define attribute، ممكن اقول له الدور نمبر، الدور نمبر، وهنا اقول له insert field البلوك بليس هيد بليس هولدر، ممكن اقول له الدور نمبر، اقول له اوكي اوكي يبقى ده مكان ال البلوك اتريبيوتس تكست هايت 1.25، صغره شوية 0.2
بوينت 1 تمام ماشي. طيب هنا بقى اقدر اعمل ايه؟ ها دي اللوك اب اكشن هيطلع لي الجدول، يقول لك اد بروبرتي، فاقول له اد بروبرتي، اقول له اللينير اللي هي الدور لين، فاقول له دلوقتي لما يكون الدور 45 دوت هنسميه دور، اسف دور 45 تمام. طيب دوت لما يكون 75 هنسميه دور 75، وعندنا دور 90، وعندنا دور 100، وعندنا دور 110، وعندنا دور 120. هنا دوت 90، دوت متر، دوت متر وعشرة، دوت متر وعشرين، ونقول له اوكي. ممكن برضو هنا انا ازود كوست، برضو ممكن اعمل للكوست، ممكن اعمل واحدة كمان للكوست. يعني ممكن اجي هنا اقول له لوك اب بارامتر هنا صح، و ممكن ازود هنا برضو على نفس اللوك اب اكشن، ممكن اجي هنا واقول له add lookup property اللي هو lookup up، ودوت مثلا اسميه الكوست مثلا، دوت الدور ال45 هنفترض مثلا هو بيكلف 100 باوند مثلا، 100 باوند او ال اي مثلا، ال اي خلاص، ودوت 150 ال اي، ودوت مثلا 200 ال اي، ودوت مثلا 300 ال اي ده هنا مثلا ب 400 ال اي 500 تمام. ودوت هنا ممكن اديله اسم تاني اسميه مثلا الكوست، الكوست، وهنا الكوست تمام. ممكن اعمله برضو attribute point one ده ال height، هنا دوت ال cost، هنا يبقى third field اللي هو ال cost، نشيل verify اوكي يتحط هنا جنب. هنا في الموف اقول له حرك الكلام ده وانت بتتحرك، ممكن دولت برضو كده نفس القصة. لو برضه ازودهم عليه اقول له close yes. بص النتيجة ايه بقى؟ النتيجة هنا ان انا اقدر اقول له انا عايز دور 45 اللي هو هيبقى تكلفته 100، فانا عايز دور 400، ممكن لو هيبقى ده كده اللي هو هيبقى ايه اللي هو 110. طب انا عايز دور اللي هو 120، ده كده هيبقى 120. طيب ده كده عايز 400، ده كده هيبقى 400 تمام. بس ما ظهرش ال attribute، لم يظهر ال attribute دور. كوست attribute point one دور number ال value هنا هتبقى ال دور number. بعد كده برضو اتريبيوت كمان الكوست، هنا ديت هتبقى الكوست كلوز يس. هو المفروض يظهرها بس انا مش عارف ما ظهرلهاش ليه. المهم دلوقتي عايزين ديت تتحرك معاهم، مش هسيب بارامترز مش هيرضى. طيب نقول له دول تتحركوا، مش هيرضى يحركهم تقريبا. المهم لو عايزين نظهر دلوقتي نقول له insert اوكي
هيقول لك دلوقتي الدور عايز دور 90، اقول له ماشي. عايز كوست بتاعته 200، اقول له ماشي. اهو يكتب لك على طول ان الدور ده كذا وده كذا. اقول له مثلا عايز دلوقتي دور 120، ادي ده كده الدور 120. عايز الدور 400، ادي ده الدور 400. عايز الدور 150، ادي الدور 150. تعمل ريجنريت، يقول لك اسم الدور والتكلفة بتاعته. طب عايز اخد بيانات الكلام دوت، عايز اخد بيانات الكلام دوت، اعمل ايه؟ اقوم داخل على تولز اتريبيوت اكستراكشن، واقوم قايل كرييت فروم سكراتش. عايز الكران دروينج ماشي. عايز لاني بلوك، اقول له البلوك بتاع الدور، اقول له انا عايز الكوست، عايز الكوست وعايز الدور نمبر وعايز النيم ماشي. يبقى الكلام دوت تمام. ولا بلاش النيم، ونقول له نيكست نيكست فينيش. يوم حاطط لنا ادي الكوانتيتي 1، الكوست 500، الدور ب 120. اقدر انا بقى احسب البرايس عادي جدا، واشوف اقدر مثلا الكوانتيتي في الكوست تطلع لي تكلفة البلوكات اللي عندي بالذات دي، تفيد للناس بتوع الكهرباء قوي يعني. تمام. طيب تعالى دلوقتي نتكلم. احنا كده خلصنا مثال الباب، ادي الباب اهو اقدر اتحكم فيه الطول اللي انا عايزه، اقدر اعمل له فليب زي ما انا عايز، اقدر اعمل له فليب، اقدر اعمل له اونلاين. طلع عندي حاجة زي بالمنظر زي ده كده اهو، اقدر امسكه من هنا صح، هو يتعمل له اونلاين اوتوماتيكلي. شايفين اهو، ادي ده اونلاين كده اوتوماتيكلي للبلوك. تمام. واقدر برضه اتحكم فيه زي ما انا عايز. عايز تخفي الكلام دوت ممكن تعملها ازاي؟ ممكن تقول له في البلوك اديتور في اي انتر في الدور، تقدر تقول له عايز الحاجتين دولت كنترول واحد، وتقول له ايه انا عايزهم invisible yes close yes، يتخفوا ما يظهروش بس لما تيجي تعمل بلوك اكستراكشن. خلاص اتريبيوت اكستراكشن تمام. عايز ترجعهم تاني، تقوم معلم عليهم الكنترول واحد وقايل لا نو انا عايزهم يظهروا. تمام ماشي كده. طيب كلام جميل. تعالى ناخد مثال على حاجة اسمها التشين. وده اخر حاجة هناخدها النهاردة. تعالى نشوف ايه فايدة حاجة اسمها تشين. التشين ديت انا عاملها امتى؟ لما يكون عندي مثال بحاجة زي كده. تعالى نشوف، تعالى نقول مثلا ات 150، وتعالى نعمل ريكتانجل تاني بالمنظر ده كده، تعالى نسنتره موف، وتعالى نقول بلوك، نقول مثلا دوت اوتلت فيشة بيك بوينت هنا مثلا. اوكي نعمل بي اي انتر. اوكي انت عامل حاجة اسمها تشين. تعال نشوف الموضوع دوت. دلوقتي انا هاجي هنا كده بالمنظر ده، طبعا دوت هخليها جريب واحدة، و هاجي هنا مثلا اقول له ستريتش للنقطة من هنا. عايز اقول له ستريتش النقطة دي، هفتح مستطيل من هنا كده بالمنظر ده، اقول له الاوبجكت دوت ادي امر ستريتش. هاجي هنا مثلا اقوم عامل ايه؟ ها اجي كده على مسافة 20 اهو، يبقى ده كده الديستنس بتاعتي. واجي هنا اقول له array، اجي هنا اقول له array للاوبجكت دوت. تمام ادي ده كده ايه array. طيب كلام جميل. دلوقتي انا عايز لما اجي اعمل stretch خلاص يجي من هنا لهنا كده، واقول له ان ده الاوبجكت انتر. عشان ايه؟ عشان لما ده يتشد يشد الاكشن ده معاه. طب انا عايز يحس ان ده يتاثر بده، اقوم معلم على دوت وقايل له كنترول واحد وقايل له تشين. تشين معناها ايه؟ معناها افتح زي السلسله.
تمام. وبرضه طبعا اقول له ايه، ها، وبرضه طبعا ممكن اقول له ايه، طبعا لازم اجي هنا واقول له كنترول واحد واقول له بالانكريمنت، الانكريمنت بتاعك 20 تمام. وهنا برضو اجي اقول له الانكريمنت بتاعك 20 عشان يتوافقوا مع بعض، عشان مش تبقى دي في ناحية ودي في ناحية تمام. وما قال له كلوز يس اهو. كل ما اجي ازود كده يقوم مزود ايه، ها اهو شايفين، كل ما اجي ازود يزود فتحة كمان. طبعا الاشكال دي ظاهرة ليه؟ عشان انا ما عملت لهاش ايه، visible، invisible قصدي، اسف. اهو اقدر اجي هنا واقول له الجريبس زيرو، مش عايز اشوف جريبس خالص. واقدر اجي هنا برضو واقول له كنترول واحد، اقول له المينيموم بتاعك 100 لغاية مثلا 200. واجي اقدر برضو هنا اجي اقول له اقل حاجة عندك 0، اكتر حاجة عندك مثلا 100، اي حاجة مش تفرق يعني. كلوز يس اهو بالمنظر ده. اقدر اعمل فتحة فشتين، فتحة 3 فيش، 4 فيش، 5 فيش، 6 فيش، زي ما انا عايز. ارسم بقى زي ما انا عايز. تمام، وصلت المعلومة ديت. يبقى امتى اعمل تشين؟ لما يكون غصب عني عايز اعمل اري مع استريتش. هتعملها ازاي؟ لو جربتها ان انت تعملها على نفس الجوينت مش هتعرف تتعمل، مش هتعرف تعملها، لازم تعملها بتشين. طب ايه التانية الحاجات اللي بتحتاج تشين؟ مثلا لو انا عندي دايرتين عايز اعمل لهم سكيل ويحافظوا على المسافة ان بتوين، مش فاهم، تعال نشوف القصة دي نعملها ازاي. لو انا عندي مثلا سيركل كده، هنقول مثلا 10، وسيركل تانية ونقول 15، عايز احافظ عن الخمسة دي، المسافة دي ادناها 5 على طول. المسافة دي ادناها كام؟ ادناها 5. فقوم قايل بلوك مثلا سيركل تمام، بيس بوينت هنا، قوم قايل اوكي تمام. خش على البلوك اديتور، اقول طبعا هنا بارامتر من هنا لهنا ده الخارجي، ومن هنا لهنا ده الداخلي تمام. واجي هنا دوت اقول ستريتش اكشن، ادي دي النقطة، وادي اقول له من هنا لهنا، جاب الاوبجكت، اقول له دي الاوبجكت، هعدل تاني النقطة، اقول له من هنا لهنا تمام. وهنا دي اقول له طبعا، هنا اقول له جريب واحدة، وهنا اقول له مش عايز جريبس زيرو، وهنا ديت اقول له سكيل، سكيل ديت تمام. وهنا برضه اقول له سكيل وديت طبعا. هنا دي لازم اقول له ايه، تشين صح، اقول له كلوز يس. ساعتها لما اجي اكبر اداني احافظ على الخمسة اللي ما بينهم. تمام كده خلصنا موضوع البلوكات وموضوع البلوك اتريبيوتس والديناميك بلوكس.